أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجنا مننا وعلينا. أهلا بكم جميعا. صباح الخير عليك يا مصر، صباح الخير على كل المصريين. النهاردة حلقتنا اسمها الصلح مع الله، أو عن الصلح مع الله. كلنا عايزين نرجع لربنا يا جماعة. إن شاء الله عندنا ضيوف كرام، ضيوف أعزاء، هيكلمونا عن الصلح مع الله. معنا الضيف الشيخ مرزوق رضوان العالم الأزهري بوزارة الأوقاف، فليتفضل معنا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعين الكرام، المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل الله تبارك وتعالى هذه الحلقة تمثل لكم عودة وتوبة وصلح مع الله عز وجل. فنحن جميعا بحاجة إلى هذه الدعوات وهذه الكلمات. فالله تبارك وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لماذا لم يقل الله على العرش استوى يا أستاذة؟ أيوة، أنا اختصرت على طول عشان الوقت ضيق. أيوة. وعشان ما ندولش في المقدمات. تمام، ماشي. ان احنا دلوقتي بنفكر في موضوع كورونا وايه اللي حصل. العالم كله اهتز. تمام. مليارات الناس خسرتها، ملايين الملايين في مرض شديد، الاف الالاف ماتوا. ايه اللي حصل؟ طيب. الانسان ما بيقدرش يقرب من زوجته ولا من ابيه ولا من اخيه ولا ايه اللي حصل؟ ايوه. الناس ايه اللي جررها؟ الانسان ما يقدرش يسلم على اخوه ولا ابوه ولا ابنه ولا صديقه. ايه المتوقع؟ والامر شديد، واكتشفوا علاج والفيروس تطور وبقى فيه اشد. هل هذا بلاء ام ابتلاء؟ هل هذا عقاب ام دعوه للرجوع الى الله عز وجل؟ ما الذي جرى وما الذي حدث وما الذي يجب علينا في هذه الايام؟ ليه بدات لك الحلقه اقول لك الرحمن على العرش استوى يا استاذه؟ تمام. الرحمن على العرش استوى، ما قلناش الله. ليه؟ العرش كما يقول العلماء هو اوسع الموجودات. تمام. وسع كرسيه السماوات والارض. فالكرسي فوق العرش. فاذا هناك احاطه من الله عز وجل بهذا الكون، بهذا العرش. تمام. فاستوى على العرش كما يقول ابن القيم باسمه الرحمن. باسم الرحمن. بصفة الرحمة. حتى يعلم الناس جميعا، انس وجن، الخلق جميعا، الكافر والمؤمن، البر الفاجر، ان هناك احاطة بالعرش. فاستوى على عرشه باسمه الرحمن، يعني بصفة الرحمة، يعني الرحمة محاطة بالايه؟ بالكون كله. مظبوط. تمام. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. مظبوط. ماشي. هو ومطلوب مننا التضرع الى الله سبحانه وتعالى والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. يعني هو الوباء ده زي حضرتك ما قلت يا فضيله الشيخ، عاوز مننا نرجع تاني نفكر. يعني هو فيروس اهو، فيروس صغير جدا، بس العالم بعد ما كانوا بيتسارعوا في العلم وبيتقدموا، والعالم في مصارعه، يعني في صراع كبير وكده. الناس أي. فهمت ايه دلوقتي؟ ان احنا خدنا ان الرحمه هذه اصابت المؤمن والفاجر. تمام. اصابت المؤمن والكافر، اصابت كل الناس. مزبوط. فوصلت الى كل شيء. تمام. فانا بربط لك الكون كله مرتبط باسماء الله عز وجل وصفاته. ايوه. ابن القيم بيقول لك ايه؟ لابد لاهل الارض جميعا. تمام. تمام. من معرفه الحقيقه الكبرى. مم. ايه هي الحقيقه الكبرى؟ الناس كلها لازم تعرفها. أيوه. مؤمن وكافر، بر وفاجر، كله. ايوه. ايه هي الحقيقة؟ ارتباط الوجود، الكون كله من الذره للمجره. تمام. مرتبط بمن؟ مرتبط باسماء الله وصفاته. تمام. ماشي. مرتبط باسماء الرحمه، الرحمن الغفور الكريم، كل هذا مرتبط باسماء الله وصفاته. في الخلق والامر والجزاء. كل الكون مرتبط باسماء الله الحسنى. فاذا فهمنا ذلك انبثق عنا التصور الصحيح. عشان نتصور التصور الصحيح لمفهوم الخلق والامر. مزبوط. ان انت تفهمي ايه اللي بيحصل في الكون. ان كل شيء مرتبط باسماء الله. فالله سبحانه وتعالى
خالق، لابد ان يوجد مخلوق. مظبوط. ما هو لو ما فيش مخلوق صفه الله مش هتظهر. تمام. في حته بقى انا كنت عايزها، في عاصي. ايوه. في تائب. ايوه. يبقى هناك في ايه؟ اسم الله ايه؟ التواب. الغفور التواب. اخويا الغفور. أيوه. المستغفرين بالايه؟ بالاسحار. اذا سبب البلاء هو الذم. تمام. ما نزل بلاء الا بهم. أيوه. وهذا البلاء لا يرفع الا بتوبه. تمام. لا يرفع الا بتوبه. تمام. طيب يا ايها الناس لابد ان تتوبوا. صح. وتوبوا الى الله. توبوا الى الله جميعا. تمام تمام. طيب فين التوبه؟ يعني عايزين نشوف كده كل واحد يراجع نفسه. ايوه. قبل كورونا وبعد كورونا. صح. وفي وضع كورونا. يعني انا عايز اقول لك حاجه يا شيخ، بجد احنا وصلنا لمرحله من الرفاهيه اللي الناس من كتر ما اتعودت على النعم بدات تقول ان مفيش نعم. فربنا بيقول لك لا فوق ده. يعني هقول لك على حاجه، الناس عايشه في نعم دلوقتي ويقول لك ويغيب طول النهار يشتكي، يقول لك ده الدنيا كذا. طب يا عم ما تشوف النعم اللي ربنا مديها لك. ده انا النهارده والله العظيم بتكلم مع ناس بقول لهم يا جماعه ده في حديث بيقول من بات ايه يا ريس؟ من بات يا شيخ امنا في سربه، الله ينور عليه، معافا في بدنه. تمام. مش وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا باكملها. تمام. شوف الانسان منا، شوف نعم ربنا. وما بكم من نعمه فمن الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لأزيدنكم. دي انا عايز نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. تمام. وان عذابي هو العذاب الاليم. فمش عايزين يا اخوانا نوصل لدرجه العذاب. تمام. خلينا في الرحمه. تمام. الرحمه دي وسعت كل شيء. ده الملائكه بتدعيلك. صح. قول يا رب ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم، يا رب اغفر لعبادك. أيوة. يا رب ارحمهم. أيوة. طب فين المرتشي؟ ايوه. بيتوبش ليه؟ أيوة. فين الزاني العاصي شارب أيوة. الخمر شارب أيوة. المخدرات متجر في المسكرات اللي بياكلوا اقوات الشعب دول. احنا وصلنا لمرحله من التكبر يا شيخ والغرور، خلت الناس يعني تتكبر على بعض. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو يعني خير خلق الله اجمعين، واللي هو نزل بالرساله من رب العالمين، واللي صعد للسماوات السبع وكلم رب العرش العظيم، كان يعني بيقول لك ايه؟ صلى على من ايه؟ من صعد الى السماوات الايه؟ العلى، وكلم رب العرش العظيم وطلب الشفاعة لأمة محمد أجمعين، ونام على الحصير وأطعم اليتيم وتصدق على المسكين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجته السيدة عائشة في بيته، ما تكبرش عليه. إحنا وصلنا لمرحلة من التكبر والغرور، أنا متهيألي والله أعلم يعني إن إحنا ما خدناش. بصي يا أستاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال هو الحتة كل أمتي يدخلون الجنة. تمام. لو أنت وقفت عليها خلاص كده، الا من ابى. يعني انت بنفسك اللي ما رضيتش تدخلي. تمام. انت اللي تدخلي. بالظبط. مين قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني صح. فقد ابى. ايوه. سيده عائشه في يوم من الايام كانت بتخيط والمخيط في ايدها. ايوه. وهي بتخيط والمخيط في ايدها الانديل اطفى. وكان مسجد الرسول مفتوح الباب. مفتوح الباب عليها. فالليله كانت مظلمه جدا. ايوه. فلما انطفأ القنديل قعدت وقع من ايدها المخيط، فقعدت تبحث عنه في الارض. وهي بتبحث طبعا مش شايفه. أيوة. فاذ بها ترى الحجره مضيئه باكملها. لا اله الا الله. اوضتك نورت كلها. فبترفع وجهك فرأت النور ده جاي منين؟ فرأت النور ده من وجه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. شوفي نور وجه رسول الله، فتقول له يا رسول الله ما اضوأ وجهك. هي الجمال ده الوجه نور. ايوه. فقال لها يعني تقول يا رسول الله الوجه دوت الناس يشوفوا ازاي يوم القيامه؟ ايوه. فقال لها يا عائشه هؤلاء اللي هم يعني ايه؟ ويل 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 لمن حجب عن رؤيتي يوم القيامه. قال لها طب ومين يا رسول الله اللي تحجب عن رؤيتك ورؤيه الجمال ده كله؟ فقال لها يا عائشه من يحجب عن رؤيتي يوم القيامه من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الطيبة المباركة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في روضتي حي أسمع من يصلي علي. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فنرجع لكلامنا إن إحنا الذنب هو سبب كل بلاء. تمام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. صح. فتش عن نفسك. تمام. فتش أنت فيك إيه من عيوب. أيوة. فتش أنت فيك إيه من آثام. ربنا سبحانه وتعالى بيمهلك، لان انت لو وصلت لدرجه الغضب لن تطيق ولن تستطيع. شوف الرحمات النفحات كل هذه كرامات. طيب ناس تركت الصلاه، ناس تركت
الصدقة يا أخوانا، الصدقة في هذه الأيام برهان على الإيمان ودليل على الصدق مع الله عز وجل. ناس تركت الخيرات، ناس تركت كثير من أفعال الخير والبر. فين بقى؟ فين الدعاء؟ فين فعل الخير؟ فين التضامن دلوقتي؟ لابد إن احنا نتضامن يا أستاذ الأيام دي جامد. تمام. ونشد ويكون بنيان مرصوص مع بعض. أيوه. لأن الوضع دلوقتي الدولة مش تعمل كل حاجة. صح. مش ده حتى الناس ما بتساعدش الناس على يعني ما بتساعدش الشرطة وما بتساعدش الجيش على موضوع لبس حاجة وحفظ نفسهم. الناس دي بتساعدك، ساعدهم. تمام. الناس دي بتساعدك. تمام. وتعبانين معاك، ما تتعبش، ما تتعبهمش. تمام. وبقولك البس الكمامة. أيوه. الكمامة دي مهمة جدا، حفظ لك والمجتمع. أيوه. طب في رأي حضرتك يا فضيلة الشيخ، كيف نتجاوز هذه هذا الأمر ملك بيد الله عز وجل. ونعم بالله. لأن الأمر حير العلماء. اه انا بصي تخصصي وانا طالب ازهري. انا بألف كتاب في الاسماء الحسنى وانا في ثالثه كليه. تمام. وعاشق وبحب الاسماء الله عز وجل. فدايما حتى لما اجي مثلا احلل الحاجه احللها باسماء الله الحسنى، لان كله الكون مرتبط باسماء الله وصفاته. بهذا الامر احاطه من الله عز وجل. الكهف بتاع الكورونا كبير. ايوه احاطه. ماشي. وفيها بعد كده ودود. ايوه. واو. وشوف الحاجات ديت كلها مرتبطه باسماء الله عز وجل. تمام. هذا الامر تصنيع ام من عند الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى الاعلم. المهم ان احنا نتجه الى هذا الامر على انه دعوه من الله عز وجل. يقول لك تعالى الي. انت ما تشوفش حاجه زي كده ابدا. ايوه. ماشي. تعالى الي. ليه؟ لان الحاجه اللي زي ديت انت ممكن بين ساعه واخرى تقابل ربنا سبحانه وتعالى. فلا تقل لا تقل من اين ابدا. لا تقل من اين. طاعه الله بدايه. طب بالله يا شيخ بعد اذن حضرتك انا عايز استغل فرصه وجود حضرتك. في عندنا شاب يعني توفى بالكورونا اسمه ايهاب سعيد كيلان. والده راجل خير جدا وراجل محترم جدا، يا ربنا يصبره يا رب. هو الشاب ده كان زي والده من خيرة شباب بلدنا. فبعد اذنك ممكن تدعي له واحنا على الهوا كده باذن الله ان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله من الشهداء. امين يا رب العالمين. هم وكل شهداء اي حد هيموت بكورونا ان شاء الله هو شهيد ان شاء الله. وابن اخويا وربنا تقبله من الشهداء. امين. واي واحد يحصل له المرض يتقبل هذا المرض بصبر جميل. فالله سبحانه وتعالى يعني بيبتل الانسان على قدر ايمانه. تمام. محدش يا اخوانا يقول لا ده انا اتعذبت ده انا لا، يرضى ويقول يا رب الحمد لك يا رب والشكر لك. ربنا يصبرك يا حاج سعيد. ماشي. وربنا يا رب يجعله يعني هو من اللهم ارحمه رحمه واسعه. امين. اللهم ارحمه رحمه واسعه. اللهم اجعله عندك من المقبولين. امين. اللهم اجعله عندك من المقبولين. امين. اللهم اجعله عندك من المقبولين. امين. اللهم خفف عليه سؤال الملكين. امين. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. ولا تجعله حفره من حفر النيران. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله وللمسلمين اجمعين. امين. امين يا رب العالمين. امين. بصي دعوه برضو للناس استباق الخيرات. الدوله مش هتوفر كل حاجه. حاول تساعد. ساعد اخوانك المرضى، ساعد اخوانك الفقراء. وفر لهم في المساجد، في كل في الجامعات الخيريه، وفر لهم الكمامات، الكحوليات، انابيب الاكسجين، ساعد بكل ما تملك. الصدقه برهان. ماشي. يعني باذن الله ما شاء الله في كل دوله، في كل بلد، في كل مكان دلوقتي مشكلين لجان، بتشكل هذه اللجان لحمايه المرضى وبيساعدوهم بكل الادويه وبالعلاج وبالكمامات. وربنا يبارك في الامه الاسلاميه وشعب مصر. شعب مصر شعب شعب طيب بارك جدا. بارك في اولاده يا رب. شعب طيب وشعب في فيه الخير. وربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الامه منصوره بفضل الله عز وجل. تمام. وربنا حافظها بحفظه ويكلأها بكلأه سبحانه وتعالى. ويرعاها برعايته. فانسان منا يبدا كما قلت لا تقل من اين ابدا. طاعه الله بدايه. تمام. لا تقل من اين ابدا. طاعه الله بدايه. لا تقل اين طريقي. شرع الله كفايه. لا تقل اين نعيمي. جنه الله كفايه. لا تقل غدا سابدا ربما تاتي النهايه. ما تاجلش، لا تسوف. الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا في اي وقت تدعوه. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسوء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل. فالانسان يفتش عن نفسه. تمام. فتش عن نفسه
ويساعد الرجوع نفسه الى الله بنفسه. والصلح مع الله والصلح مع الناس، ونرجع لصفاتنا اللي انا قلت التواضع يا جماعه. الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما صعد للسماوات السبع رجع يا جماعه، نام على الحصير واكل الفقير وتصدق على المسكين وعطف على اليتيم يا جماعه. ارجعوا لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا ان شاء الله ربنا هينصرنا باذن الله وينصر الامه الاسلاميه جميعها. بص حضرتك يا استاذه منى، الانسان منا بحاجه في هذه الايام ده. احنا بحاجه انسوا يعني كل واحد ينسى موضوع ان هو هيخلد في الدنيا. ماشي. صلى الله عليه وسلم ما خلد، هو الاحد خلد. تمام. الانسان منا يفكر هيقابل ربنا ويقول له ايه. تمام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. تمام. شؤم المعصيه على الامه هو ذا ما نحن فيه. الله سبحانه وتعالى غضبان على البشر. طيب لو احنا وصلنا لدرجه الغضب فلما آسفونا انتقمنا منهم، دول من قوم مين؟ قوم سيدنا نوح. نوح قعد فيهم 950 سنة. ما تقبلوش دعوة، فما آمن معه إلا قليل. اصنع الفلك بأعيننا، صنع الفلك حتى كفروا بالفلك بعد كده. عشان ربنا سبحانه وتعالى قال الشيخ ابن كثير أذكر في قصة في قصص الأنبياء إن قال قصة غريبة، قال لو رحم الله احد من قوم نوح رحم الام ورضعها. الله. ايه الام ورضعها دي؟ ايه القصه دي؟ شوف الام ورضعها دي كانت لها قصه مع النبي. ايوه. صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. ايوه. كانت في ست الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ديت، واحده بترضع ابنها فادته. متشكرين جدا يا فضيله الشيخ، معلش الوقت جري معانا بسرعه. كلامك قيم وحديثك طيب لسه ما كملتكيش القصه دي يا واحد عشان اخلصها. فالام هم في الكنترول بيستعجلوني. ماشي ماشي ماشي. دي يا واحد الام ورضيعها عشان الناس ما تغيبش عنهم. الام ورضيعها ديت كانت ايه ما حصل بقى وإيه؟ فلما جه الجبل بقى هيغرق والدنيا كلها هتطلع والميه هتنزل من فوق وتطلع من تحت، فقالت لا انا هطلع الجبل عشان هي كفره بسيدنا نوح. الكفر دي حاجه كبيره. فالميه لما طلعت الجبل طلعت نصه فهي طلعت له اخره. فهي راحت رافعه ايه الميه بقى طلعت الكعبين راح كويس، فرفعت ابنها برضه الميه اغرقتها هي وابنها. فلما اسفونا انتقمنا منهم فتوبوا الى الله جميعا وعودوا الى الله وعودوا الى الرحاب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاكرين جدا 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 يا فضيله الشيخ، حديث قيم وحديث جميل، وان شاء الله نكمل مع بعض الحلقات القادمه ان شاء الله. وان شاء الله فاصل اعزائي المشاهدين، وان شاء الله معانا نرجع مع الاستاذ حسام عبد العزيز المنسق العام لاكاديميه المتميزون للتدريب والتعليم والتطوير، وان شاء الله حديث شيق برضه عن التعليم، وان شاء الله ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. فاصل ونعود باذن الله.